مثلا ما بعد الموت، أبدأ بهذه. من سوى المسيح يمكن أن يعلن لأي إنسان ما يحدث بعد الموت؟ الناس في كل الفلسفات والديانات تبحث عن ماذا بعد القبر. البعض يقولون عذاب بعد القبر، البعض يقول الروح تظل في تجول حول أسرة المنتقل، البعض يقوم ببعض الفرائض والطقوس لإراحة روح الشخص. المسيح قال عنه الكتاب أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، هو وحده. فهو يعلن حقيقة ما بعد الموت، وهذا أمر هام.